المستحيل ليس مغربياً، والإنجازات تنطلق من الأحلام. هكذا هز زائر أسود الأطلس مونديال قطر وهم يعبرون إلى النصف النهائي بعد مباراة مثيرة ضد المنتخب البرتغالي. قبل مواجهة البرتقيس، شحن المدرب وليد الرجراجي لاعبيه بجرعة زائدة من الطاقة الإيجابية والحماس، وكله أمل لإخراج أصدقاء رونالدو من المنافسة. دخل وليد الرجراجي مواجهة البرتغال وعيناه على مباغتة المنتخب البرتغالي في أول الدقائق، وقد تحقق ذلك بضربة رأسية بديعة للمهاجم يوسف مصيري في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق. في الشوط الثاني تكتل المنتخب المغربي في منطقته، تاركاً الكرة للبرتغاليين الذين عجزوا على اقتحام القلعة المحصنة لأسود الأطلس وعلمهم ياسين بونو. فالخصم هو البرتغال، والحلم هو التأهل لنصف النهائي. لذلك لعب بنهج دفاعي ورفض منح مساحة علبة الكبريت التي يستطيع بها لاعبو المنتخب البرتغالي اللعب فيها. تمر دقائق المباراة واللاعبون المغاربة دخلوا في المباراة، فيما ازداد الضغط على البرتغال التي وقف مهاجمها على الأطلال أملاً في غفوة أو هفوة دفاعية مغربية لم تحضر أبداً في أطوار المقابلة. المدرب فرناندو سانتوس يقول للاعبيه لا مجال للهدنة، يجب أن نصل شباك بونو ليقوم بسلسلة تغييرات هجومية شاملة لم تؤتي أكلها. وحتى كريستيانو رونالدو باءت كل محاولاته بالفشل ليخرج وهو يدرف الدموع في آخر مونديال له. ازداد جوع أسود الأطلس مع مرور دقائق المباراة، وازداد معه الضغط على البرتغاليين. أما المغربي فلم يعد بإمكانه أن يرجئ مواعيد فرحه المونديالي أكثر مما مضى من العمر، فقد طال انتظار فرحة كروية مغربية عربية تشبه تلك التي صنعها التيمومي وعزيز بودربالة في مونديال المكسيك عام 1986، حينما سجل عبد الرزاق خيري هدفين، وسجل كريمو هدفا ثالثا في شباك البرتغاليين. في الدقيقة 42 تمكن يوسف مصيري من افتتاح التسجيل عبر رأسية من عرضية لعطية الله. المنتخب البرتغالي لم يستطع مرارة الهدف، فضغط بكل ثقله نحو مرمى ياسين بونو الذي استسأد ورد مجموعة من الكرات الخطيرة وأنقذ مرماه في أكثر من مناسبة من أهداف محققة. مفكرة وليد الرجراجي التقنية تفتقت عن نهج تكتيكي لإيقاف زحف البرتغاليين نحو عرين أسود الأطلس، فلعب بخمسة مدافعين بإقحام لبدربانون مكان أمن لعب. الدقائق المتبقية من المباراة لم تعرف أي جديد يبقى، على الرغم من الضغط الرهيب الذي فرضه اللاعبون البرتغاليون، إذ نجح الأسود في إخراج المباراة إلى بر الأمان وتحقيق إنجاز تاريخي عربي غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية والعربية والإفريقية. المدافعون المغاربة كانوا يعرفون أن مصير النصف النهائي سيكون بين أيديهم، وقد كان، حيث استبسل أسود الأطلس أمام هجمات رونالدو ورفاقه ليعلنوا مرورهم بكل استحقاق لأول مرة في تاريخه إلى الدور النصف النهائي. الفرحة العربية التي تلت الانتصار والتأهل أكدت أن مشاعر العروبة لا زالت تنبض لدى الملايين من المتعطشين للإنجاز العربي ولو في المستطيل الأخضر للكرة المستديرة.